هذان المتنافسان يتصارعان في أرجاء الكون بتصادم لا مفر منه. تتهيأ زمرة الأسود لشن هجوم على قطيع الفيلة تعمق في النظر على الأضعف منهم. بدأ الهجوم من خلال شن هجوم من نقاط متفرقة. تعمل هذه الاستراتيجية على إحداث فوضى عارمة وسط الفيلة. الضجة التي أحدثتها الأسود كشفت عن صغير فيل مصاب. يبدو أن خطة الأسود نجحت في إحداث الفوضى بين جموع الفيلة العملاقة. إنه الآن في مشكلة خطيرة.